هنتكلم المره دي على البوليجون. احنا اتكلمنا على البولي لاينز، هنتكلم على البوليجونز. والبوليجونز ديت تستخدم في ان احنا نعمل هايلايت، يعني نحدد او نعلم على بارتيكولار جيوغرافيكال اريا، بنعلم على منطقه معينه بشكل كده معين، على منطقه معينه في ستيت او كانتري او منطقه او بلد او الاخره، خلاص. ونعمل الايه البوليجون ده عليها والشكل ده عليها من خلال جوجل دوت مابس دوت بوليجون، خلاص. واحنا بنجهز ده او بالشيتنج ده ممكن نقدر نحدد مجموعه من القيم والبروبرتيز، اهم حاجه طبعا للباس، للمسار اللي البوليجون بيترسم على اساسه. وطبعا بنحدد الستروك كلر والستروك اوباسيتي، مكتوب هنا غلط، والفيل كلر. وهقول الفيل ايه؟ الفيل دي لما اكون عايزين نملا لون، يعني مثلا عامل مثلث كده، فالمثلث ليه خط اسود من على الاطراف، لكن انا عايزه من جوه يبقى مثلا مسفر، يعني في درجه صفراء مثلا، وتكون شفافه مثلا، فاهمني؟ فدي الفيل اللي جوه، خلاص. الاستروك اللي هو الخط الخارجي. طبعا البوليجون اوبجكت ممكن ياخد باث او اكتر من باث يعني، خلاص. ودي طبعا بتخلينا نعمل حاجه اسمها اري اوف اريز، او ساعات بنسميه ام في سي اري، خلاص. ما علينا، هو سيكونس او تدريج من الايه، من اللونجيتيود واللاتيتيود مع بعضهم، كوردينيتس ورا بعضهم. طبعا يعني مش عايز اخش تفاصيل اكتر من كده، لكن تعالى عايزين نشوف يعني اكزامبل ولا حاجه على طول مباشره. هنروح للاكزامبل البسيط اللي احنا كنا عاملينه عشان نحاول نختصر وقت قدر الامكان. احنا كان عندنا ريجن كوردينيتس، وكنا حاطين فيها ادي اربع كوردينيتس. تعالى بقى نعرف يعني تريانجل ريجن. تريانجل، خلاص، ريجن تريانجل. ودوت طبعا يتعرف مش من بولي لاينز، يتعرف من ايه؟ بولي جن، خلاص كده بوليجون. ومش هياخد بقى باث واحد، هياخد اكتر من باث، اكتر من مسار. واحنا هنسلمه بالايه؟ بالريجن كوردينيتس زي ما هي. الستروك كلر عملناها احمر مفيش مشكله. الستروك اوباسيتي كان هنكون عاملينها 100%، المره دي هقول مثلا خليها 80% كده، في درجه شفافيه معينه. الستروك ويت على الخط على حجم 2 مفيش مشكله. تعال بقى نقول فيل كلر، فيل كلر واللون اللي هيملى بيه بقى الداخلي، فقلت له مثلا خليه 00 وخليه جرين 00 جرين، يبقى كده هيملى بلون اللي الاخضر، خلاص. كوما في الاوباسيتي ودرجة اللي هيملى بيها طبعا لازم تكون شفافة على قدر الامكان عشان تبان اللي تحتيها، فاقول له مثلا وليكن 40%، خلاص. وقفلته كله تمام، وجيت هنا قمت قايل له ريجن تريانجلر، قمت مديله سيت ماب باس، واديته الايه؟ واديته الماب بتاعي. لو رحنا كده نجرب نشوف اللي حصل ايه، ادي الايه؟ الخط الاحمر، وادي الدرجه الخضراء الشفافه طبعا، عشان كلمه جزيره صنافير وجزيره تيران واضحه، ايه كلمه واضحه تحت، والرسمه واضحه تحت الايه؟ البوليجون اللي احنا عملناه. طيب لو عملنا عشان نبين الفروق، وجينا مثلا في الاخيره دي قمنا قايلين لا، احنا هنديله الاخيره دي نخليها زي الاولى، رجعنا كده، ادي الايه، هو خلاص جه عند الاخير هنا ومسلمها للحته الايه الاولى وما عداش على الحته دي، خلاص كده عملنا الايه البوليجون بتاعنا. طبعا لازم ناخد بالنا ان في فرق هنا كبير طبعا، لان في البوليجون طبعا ممكن نعمل حاجات اصعب من كده واكتر من كده تطورا، يعني ممكن نعمل كومبلكس شيبس، يعني ممكن نعمل اشكال معقده جدا، يعني ممكن نجمع مجموعه من نون كونتيجوس ارياس، يعني مجموعه من الاماكن اللي هي اصلا مش جنب بعضها في سنجل بوليجون في شكل واحد. اما يكون عندي تقاطعات ممكن احددها، خلاص.
يعني ممكن نستخدمه في حاجات كتير جدا، مش وقت ان احنا نقول نستخدمه في ايه وفي ايه وفي ايه، لكن يكفي ان احنا خدنا عليه مثال واضح وبسيط.